بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إليكم هذه الكلمات التي استوقفتني الحقيقة. كلمتان، الله تبارك وتعالى يقول في حق أولئك المشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون، كانت صلاتهم شيء يعني تافه جدا. انظروا معي أيها الأحبة، قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نود أن نتساءل، ما هو المكاء وما هي التصدية؟ أيها الأحبة، التفاسير تقول لنا، ومنها تفسير الرازي، المكاء هو الصفير. المكاء هو الصفير، أن تضع أصابعك في فمك وتطلق صفيرا، هذا يسمى مكاء. أما التصدية فهي التصفيق، يقال صد يصدي تصدية إذا صفق بيديه. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون. أما مجاهد رحمه الله فيقول: كانوا، أي المشركين، كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويستهزئون به ويصفرون ويخلطون عليه طوافه وصلاته. إذن كلا المعنيين صحيح، فهم كانوا يطوفون عراة قبل الإسلام في الجاهلية، هذه صلاتهم. انظروا إلى عظمة الإسلام، أنه ارتقى بك أيها الإنسان، فلم يأمرك بالسجود إلا للخالق الواحد القهار سبحانه وتعالى. الله عز وجل أكرمك بأنه أنزل عليك القرآن لتقرأ هذا القرآن وتتدبر المعاني العظيمة، معاني الرحمة، معاني التسامح الموجودة في القرآن التي يزخر بها كلام الله تبارك وتعالى. وأمرنا بالخشوع في هذه الصلاة، واختار لنا حركات تناسب الشفاء لمن لديه أمراض في العمود الفقري، أمراض في العظام، أمراض القلب. هذه الحركات تشبه حركات اليوغا أيها الأحبة، رياضة اليوغا. إذا تأملنا هذه الرياضة، بعض حركاتها يشبه رياضة الصلاة، يمكن أن نسميها رياضة الصلاة. الحركات فيها فائدة، الكلام الذي نقرأه فيه فائدة وتأمل وخشوع، الكلام كلام الله عز وجل يحدث تأثيرا عميقا في داخلنا فنستفيد منه، يقوم سلوكنا. يعني نحن في الصلاة عندما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، عندما نقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معاني تقوم سلوكك، تعيد برمجة الدماغ لديك. لذلك أيها الأحبة، هذه الصلاة التي أكرمنا الله بها لا نشعر بقيمتها، بينما كانوا في الجاهلية يصفقون، وتجد أحدهم يطلق صفيرا ويصفق ويطوفون عراة، شيء مخزي ومخجل وتافه ومضر ولا معنى له. إذن أيها الأحبة، خلاصة هذا اللقاء، الله تعالى يقول: وما كان صلاتهم عند البيت، أي عند الكعبة، إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.